بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا بيكم حلقه جديده من درع الوطن. احنا النهارده موجودين في المنطقه الغربيه العسكريه حماه الغرب، حيث انتهى فعاليات المرحله الرئيسيه للمناوره حسم 2020 بحضور السيد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. مشاهدينا الكرام، كل تفاصيل هذه المناوره في حلقتنا النهارده من درع الوطن. كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمه داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المناورة حسم 2020. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على العناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكدسات والدعم اللوجستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف للعناصر المرتزقة وتدميره. وتحت ستر نيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات. بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف. وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة. وفي نهاية المناورة نقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام التي توكل إليهم. وأشاد القائد العام بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وجدير بالذكر قد تضمنت المراحل الأولى للمناورة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد.
والتي تتطلب التزويد بالوقود في الجو لمختلف الطرازات. وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي. والمدفعية. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات الهجومية لمراكز قيادة العدو، وذلك تزامنا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ. كما نفذت الوحدات البحرية عددا من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري. كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على متن حاملة المروحيات من طراز مسترال. بالإضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل، مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية. واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات. كما قام عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة. كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ، وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم. تأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة. حضر المرحلة قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المناورة حسم 2020. كل جندي انت بتقوده، كل وحدة انت بتقودها، انت مسؤول امام الله عن هذا الفرد الذي اذا لم تدربه وتدرب نفسك وتعده وتعد نفسك وتبقى قادر على قيادته النجاح في المهمة، يبقى احنا قصرنا في حقه. اسود القوات المسلحة المصرية اسطورة عسكرية ما كانت لتحقق امجادها الفدائية دون كفاءة قتالية وصلت لأعلى معدلاتها العالمية عبر أقوى استراتيجية تدريبية لإعداد الفرد المقاتل. تمام الاستعداد يصنع الأمجاد، والعرق في التدريب يوفر الدم في المعركة. هكذا يجري العمل على قدم وساق للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والمهارات الميدانية والتحركات التكتيكية عبر التدريب المركز لمستوى الأفراد والوحدات والتشكيلات. تدريبات قتالية يواكبها اهتمام متعاظم في مجال التأهيل العلمي والتعليمي داخل كليات وأكاديميات ومعاهد القوات المسلحة. كفاءة ظهرت تجلياتها العسكرية في العديد من المناورات والتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. استعداد قتالي تجلى أثره العسكري في حماية أمن مصر القومي على طول المحاور الاستراتيجية في إطار العملية الشاملة سيناء. عزمهم من حديد، حماسهم من لهب، بأسهم شديد ونارهم غضب، كأنما الأسود تزأر في المدى تذود عن الحدود فترهب العدا. مقاتلون لا يهابون الموت، غايتهم النصر وشعارهم الواجب الشرف الوطن. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فحفظوا الأرض وصانوا العرض وجسدوا أسمى معاني البطولة والفداء. هكذا نجحت القوات المسلحة في الحفاظ على مقدرات واستحقاقات الشعب المصري ضد أي اعتداء خارجي بالقوة والرباط، بالعقيدة والثبات، بالمقاتل والسلاح. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده درعك وسيفك وابن بلد اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد، اللي سرته ريحتها مسك وورد بلدي.
اللي مصر فعلا محتاجاه هو ده، ده اللي بلده عنده أغلى من الحياة هو ده، اللي واقف على الحدود يحمي الجميع هو ده، عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام هو ده، ده اللي حب بلده فعل مش كلام هو ده، ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم هو ده، ماشية خطوة كبيرة فعلا للأمام، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، ده اللي لازم كلنا نشاور عليه هو ده، ده اللي مصر كلها بتتباهى بيه هو ده، ده اللي صايم أرض واللي بيحمي أرض هو ده، واللي شايل مصر وحاططها في عينيه، ده اللي ما بيعرفش كلمة مستحيل هو ده، في التاريخ دور تلاقي الدليل هو ده، إنه فعلا خير جند الله في أرض هو ده، وإنه حارس البلد دي نهار وليل، كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقه مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجوله، اللي دوره في الحياه بطوله، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه هو ده، ده اللي بلده عنده اغلى من الحياه هو ده، واقف على الحدود يحمي الجميع هو ده، عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام هو ده، ده اللي حب بلده فعل مش كلام هو ده، ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم هو ده، ماشيه خطوه كبيره فعلا للامام، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقه مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه هو ده، ده اللي بلده عنده أغلى من الحياة هو ده، اللي واقف على الحدود يحمي الجميع هو ده، وعينه وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام هو ده، ده اللي حب بلده فعل مش كلام هو ده، ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم هو ده، ماشيه خطوه كبيره فعلا للامام هو ده.